يبذلها رجال الأمن لحفظ أمن واستقرار المرافق الحيوية في البلاد. نعم، وعلى رأسها مطار الكويت الدولي، والذي يشهد خلال موسم السفر إقبالا كبيرا يحتاج للمزيد من البذل والعطاء من قبل الإدارات المختلفة في مطار الكويت الدولي. شرفنا بزيارة معالي نائب رئيس مجلس وزراء وزارة الداخلية لمطار الكويت الدولي للاطلاع على آخر ما تم وضعه من خطط أمنية مدروسة لتنفيذها في موسم الصيف، راح تكون مختلفة إن شاء الله عن العام السابق. تم استحداث بوابات جديدة لتوفير الراحة للركاب وإنهاء إجراءات سفرهم على أكمل وجه. لدينا هناك تعليمات من سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الصباح، وتعليمات كذلك من سيدي وكيل وزارة الداخلية فريق سليمان فهد بتوفير جميع التسهيلات للأخوة المسافرين بما لا يتعارض مع الإجراءات الأمنية المتبعة في مطار الكويت الدولي. وهناك تواجد كبير من عدد العناصر الأمنية على أنحاء مطار الكويت الدولي لتوفير المساعدة ولخدمة الركاب جميعا سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وحنا متواجدين إن شاء الله خلال 24 ساعة، وفي حال وجود أي سؤال أو استفسار لحد يتردد بسؤال أخوانه رجال الأمن، كما نرجو التعاون من الجميع مع أخوانكم رجال الأمن، لأن بالنهاية نحقق مصلحة واحدة هي المحافظة عليكم والمحافظة على ممتلكاتكم وأرواحكم. الإدارة العامة للطيران المدني، إدارة العمليات، متواجدة على مدار الـ 24 ساعة لخدمة المسافرين إن شاء الله في فترة الصيف في مكتب مراقب المطار. المكتب متواجد خلف زون 3 لأي شكوى أو لأي مشكلة تصير في مع الركاب في المطار يتوجهون للمكتب إن شاء الله، راح يكونون متعاونين معهم لأبعد الحدود. نتمنى بس من المسافرين أنهم يجون خصوصا في العشر الأواخر أبكر في 4 ساعات عن الطيارة عشان لتفادي زحمة الشوارع، لتفادي زحمة الكاونتر إن شاء الله. وإن شاء الله الصيف هذا في أمور متغيرة، سوينا لهم مدخل خاص للكويتيين ومدخل جوازات خاص للوافدين، وان شاء الله الامور اسهل بهذا الصيف. تقدم بالشكر والتقدير الى سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه الشيخ محمد خالد الصباح على ما شملني من رعايه واهتمام من اللحظه الاولى التي كان يتابع فيها حالتي المرضيه التي المت فيني بالعياء اثناء مقابله تلفزيونيه، حيث انه كان متابع لحالتي بالزياره والاتصال الهاتفي اول باول، والشكر موصول لجميع ابناء الشعب الكويتي الوفي من رجالها ونسائها على ما غمروني من محبه وسؤال الاطمئنان على حالتي الصحيه، فلهم مني كل الشكر والتقدير والعرفان على ما برهنوه من خلال تعاطفهم معي كأسرة واحده